اهلا وسهلا. الله يكرمك. بنرحب بحضرتك في كارديالكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا الاستاذ الدكتور محمد مصطفى اغا، استاذ جراحه القلب والصدر في جامعه اسكندريه، كليه الطب اسكندريه. انا ليا الشرف ان انا كنت رئيس قسم مده كبيره قوي في هذا القسم، وبرضه سافرت بريطانيا وسافرت امريكا والمانيا، واتعلمت في بدء حياتي انواع جراحات القلب مختلفه. فانا تحت امرك، عاوز تسالي ايه؟ اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تقول لنا رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ في ايه؟ كارديو اليكس السنه دي. هو كاردو اليكس بالنسبه لي ده مش النهارده، يعني ده هيستوري. كاردو اليكس بدا بقاله 17 سنه، وانا ليا الشرف ان انا حضرت كل سنه من 17 الى الان، ما شاء الله. فكاردو اليكس هو عنوان للتقدم في امراض وجراحات القلب. انا يعني انا لازم اشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وبالخصوص الاستاذ الدكتور محمد صبحي. هو اللي فعلا الفكره بتاعته نجحت ولمت الناس كلها، باطنيين قلب وجراحين قلب ومستقبل ريسيرش بتاع هذا التخصص في شكل كارديو اليكس. هذا المؤتمر عالمي ودولي ومحترم جدا وليه ستيتمنت بره. فانا يمكن لما كنت سافرت في مؤتمرات بنلاقي مردود هذا كاردو اليكس، وكان لي الشرف ان نحضره ونمثل فيه جزء حتى ولو بسيط. ميرسي جدا. ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن انواع امراض القلب اللي تحتاج جراحه؟ هي جراحه القلب هو تطور حديث وبدا من زمان قوي، لكن الامراض اللي هي ملحه عشان تعملي جراحه قلب، في نوعين من جراحه القلب، في جراحه قلب مغلق وفي جراحه قلب مفتوح. جراحة القلب مفتوح لازم نستعمل هارت لانج ماشين، اللي هي جهاز القلب والتنفس الصناعي، اللي بيه اننا نأرست الهارت، نوقف الهارت عن ايه؟ عن الحركة. هو القلب بيشتغل انقباض وانبساط، فانا مش عاوزه يتحرك فبنعمل له أرست. الحديث انا ممكن نشتغل على بيتنج هارت، والبيتنج ده يبقى سلو او فايبريليتنج او ميديوم، يعني بحيث اننا نفتح القلب، نغير صمامات او نصلح الحيوب الخلقيه بتاعت الاطفال اللي موجوده جوه القلب، او نعمل وصلات بره القلب، او نعمل شرايين تاجيه تصليحها، او بريدج بين الاورطه وبين تحت السده بتاعت الكورونري. وبعدين ممكن عضله القلب يتعمل لها عمليات، وممكن زراعه قلب. كل دي تحتاجها مين بقى؟ امراض القلب، وكمان امراض القلب والشرايين الكبرى والاورده الكبرى. يعني لو فرض الشريان الأورط اللي طالع من القلب في انتفاخ، في عيوب خلقية ممكن يصلح جراحيا. الصمامات بتاعت القلب إذا كان صمام أورطي ممكن يتغير، إذا كان مترالي خصوصا لو روماتيك أو غير روماتيك ممكن يتغير، يتبدل يعني يتعمل، يتحط صمام صناعي أو صمام تيشو بيولوجيكال أو يصلح. وفي الوقت نفسه ممكن يبقى يتفتح القلب في بعض الأمراض الخلقية زي لرباعي الفالوت، او ثقب بين البطنين، ثقب بين الاذنين، وممكن تحط رقعه بحيث تسد هذا الصمام الفتحه بواسطه الريستنج هارت، يعني نوقف القلب ما يشتغلش من خلال الهارت لانج ماشين، ونقدر نفتح القلب ونحط الرقعه بتاعتي ونقوم القلب تاني بواسطه حاجه اسمها مايوكارديال بروتكشن، يعني نحن انستليت مثلا اوف بوتاسيوم في الاورتيك روت او الكورونري، فتحه الكورونري، نوقف القلب ونرجع تاني للكفر القلب بعد تسقيعه وريورمين، ده كله بواسطة الهارت لانج ماشين أو جهاز القلب والرئة الصناعي. وطبعا بعد بعض الأدوية المهمة جدا اللي بتساعدنا ان احنا نخلي القلب ده لما يقوم صح ويشتغل صح كده. ده باختصار أمراض القلب. طب حضرتك تقدر تدي نصيحة ايه للجونيور فيزيشنز او الناس اللي لسه بيجينر، اللي هم اللي عاوزين يتعلموا؟ احنا في كليات الطب والمعاهد العلميه بتاعت جراحه القلب بنعلم الطلبه الاول ثيوريتيكال يعني نظري، وبناخد جزء منهم يتعقموا ويساعدوا ويشوفوا. يعني انا كنت في جلاسكو كنت بناخد الطلبه ويتعقموا ويقفوا ويشوفوا ويساعدوا، ويرجع تاني يحضروا موضوع يتكلموا فيه، يعني يتكلموا على ماكينه القلب الصناعي، يتكلموا على انواع العمليات القلب المفتوح، يتكلموا على النتائج العمليات دي بينهم وبعض، يدونا ريبورت، وفي الوقت نفسه بندخل في دماغهم ونشجعهم
على مستقبلهم ان هم ممكن يبقوا جراحين قلب في المستقبل. ده باختصار، لكن هو الموضوع موضوع ما هو مش سهل صحيح، لكن انا دايما اقول للطلبه لازم تتعلم البيزك، لازم تتعلم يعني ايه هارت لانج ماشين، يعني ايه توقف القلب، يعني ايه تقومه تاني، ويعني ايه الفيزيولوجي بتاعه، يعني ايه الباثولوجيك او انواع الامراض بتاعه القلب اللي هي بتصيب القلب في الصمامات او في الشريان التاجي انسو. طب وحضرتك يعني للناس برضو اللي مستجده شويه او لسه بيتعلموا اكتر، حضرتك ريكومند الانفيسيف سيرجري ولا تريكومند ان هم يكسروا؟ والله شوفي، هو اللي انا اتعلمته في حياتي حاجه مهمه جدا، ولسه احنا طالعين من سيشن دلوقتي حاجه اسمها ديسيجن ميكنج، يعني امتى الطبيب او المتخصص او الاستاذ او الاستشاري يبقى عليه عنده كابابيلتي اوف ديسيجن ميكنج، يعني ياخد قرار صح. قرار ايه؟ قرار علاجي، وهل العلاج تحفظي بالدواء، هل تحفظي بالتدخل بالقسطرة، هل ممكن انديكيتد او لازم يتعمل له انترفيشن بالجراحة. دي كلها تعتمد على الديسيجن ميكنج، على قرار صح يكونه الجراح او الطبيب، ويستحسن يكون الكارديولوجيست بتاع امراض القلب مع جراح القلب يجتمعوا ويقرروا يطلعوا قرار انه يعمل ايه. ليه بقى؟ لان كل دي لها مردود، ايه الاوتكم، ايه النتائج، ما احنا هنعمل عمليه للمريض ده، هل هو هيبقى ساتسفايد، كواليتي اوف لايف تبقى سعيد ومبسوط، هل النتائج في اللونج ران بقى كويس. كل ده وارد بايه بقى؟ الديسيجن ميكنج في الاول. الديسيجن مش من الجراح، لا ده للجراح والباطني ولكل اللي حواليه، حتى بتاع التخدير نفس الكلام، عشان يطلعوا منتج صح. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور. نعم ميرسي جدا لوقت حضرتك.